السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني في مدارس هبة الله، أسعد الله أوقاتكم. بإذن الله اليوم سوف نكمل الدرس الذي أخذناه في الحصة السابقة، وهو الضوء ومصادره. عنوان درسنا لهذا اليوم الضوء ومصادره، طبعا كتاب الطالب صفحة 36 و صفحة 37 وصفحة 38. إذن من صفحة 36 إلى صفحة 38 كتاب الطالب. هيا يا صغاري، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أخذنا في الحصة السابقة مصادر الضوء، وتعرفنا أيضا أن مصادر الضوء تنقسم إلى قسمين، مصادر طبيعية ومصادر صناعية. المصادر الطبيعية هي المصادر التي خلقها الله سبحانه وتعالى، مثل الشمس والنجوم. أما المصادر الصناعية هي من صنع الإنسان، صنعها الإنسان بيديه، مثل الشمعة والمصباح. هذا ما أخذناه في الحصة السابقة. أما اليوم يا صغاري سوف نتعرف على مصطلحات جديدة. هيا بنا. اليوم سوف نأخذ الأجسام الشفافة والأجسام المعتمة. الأجسام الشفافة والأجسام المعتمة، سوف نتعرف ما هي الأجسام الشفافة وما هي الأجسام المعتمة. انظر جيدا إلى الصور التي أمامك لننتقل إلى شرح الدرس. إذن سوف نتعرف على الأجسام الشفافة والأجسام المعتمة، هيا بنا. لنبدأ يا صغاري بالأجسام الشفافة. الأجسام الشفافة، لنتعرف ما هي الأجسام الشفافة. ما هي الأجسام الشفافة؟ الأجسام الشفافة يا صغاري هي أجسام ينفذ الضوء من خلالها. إذن الأجسام الشفافة هي الأجسام التي ينفذ الضوء من خلالها. إذن ما هي الأجسام الشفافة؟ هي عبارة عن أجسام ينفذ الضوء من خلالها. وأمثلة عليها الزجاج والماء. إذن الأجسام الشفافة، لنكرر يا صغاري، هي أجسام ينفذ الضوء من خلالها. أمثلة عليها الزجاج والماء. أمثلة على الأجسام الشفافة الزجاج والماء. إذا وضعنا يا صغاري مصباح في كأس من الزجاج، فإننا نستطيع أن نرى الضوء. طبعا كأس من الزجاج الشفاف، نستطيع أن نرى الضوء من خلف الزجاج. وأيضا في الماء، إذا وضعنا مثلا وعاء فيه مقدار من الماء، وأيضا أخذنا المصباح مسكناه في أيدينا، فإننا نستطيع أن نرى الضوء من الجهة المقابلة للمصباح. إذن الأجسام الشفافة هي الأجسام التي ينفذ الضوء من خلالها، يعني نستطيع أن نرى الضوء من خلال هذه الأجسام، الزجاج والماء. وأيضا يا صغاري الأجسام المعتمة هي عكس الأجسام الشفافة، هي الأجسام التي لا ينفذ الضوء من خلالها. إذن هي أجسام لا ينفذ الضوء من خلالها. وأمثلة على الأجسام المعتمة الحديد والخشب. الحديد والخشب، إذا أجرينا نفس التجربة يا صغاري ومسكنا أو حملنا لوح من الخشب ووضعنا مصباح كهربائي على جهة من جهات قطعة الخشب، فإننا لا نستطيع أن نرى الضوء أو نرى المصباح أو الأشعة التي يصدرها المصباح من الجهة المقابلة. إذن الخشب يا صغاري لا ينفذ الضوء من خلاله، وأيضا الحديد لا ينفذ الضوء من خلاله.
إذن الأجسام المعتمة هي الأجسام التي لا ينفذ الضوء من خلالها مثل الحديد والخشب، مثل الحديد والخشب. إذن لا نستطيع أن نرى الضوء من خلالها، لا يخترقها الضوء، لا يستطيع الضوء أن يخترق الحديد والخشب أو الأجسام المعتمة بشكل عام. يوجد لدينا مصطلح جديد يا صغاري، وهو المضيئات الحيوية. المضيئات الحيوية، لنتعرف ما هي المضيئات الحيوية. هي كائنات طبعا خلقها الله سبحانه وتعالى قادرة على إنتاج الضوء بنفسها، وتعد مصدر طبيعي للضوء. إذن ما هي المضيئات الحيوية؟ هي كائنات خلقها الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تنتج الضوء بنفسها يا صغاري، هي قادرة على إنتاج الضوء بنفسها. طبعا المضيئات الحيوية يا صغاري هي مصدر طبيعي للضوء. أخذنا في الحصة السابقة المصادر الطبيعية والصناعية. المصادر الطبيعية ذكرنا الشمس والنجوم، نضيف إليها المضيئات الحيوية. المضيئات الحيوية هي ثاني كائنات الله سبحانه وتعالى خلقها. طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى تستطيع هذه المضيئات الحيوية أو هذه الكائنات تستطيع إنتاج الضوء بنفسها. طبعا الضوء الذي تصدر هو مصدر طبيعي للضوء، هو مصدر طبيعي للضوء، وهذا شكل كائن من الكائنات أو المضيئات الحيوية. هذا شكل من المضيئات الحيوية. طبعا أين توجد المضيئات الحيوية؟ توجد المضيئات الحيوية يا ثاني في أعماق المحيطات. توجد المضيئات الحيوية في أعماق المحيطات. المحيطات يا ثاني بيكون أكبر من البحر، المحيط. توجد في أعماق، ما معنى كلمة أعماق؟ يعني في قاع المحيط توجد هذه المضيئات في أعماق المحيطات، منها بعض أنواع الأسماك طبعا وقناديل البحر، ومنها يعيش على اليابسة كالحشرات المضيئة. اليابسة يعني هي اللي إحنا بنعيش عليها، أما المحيطات هي طبعا يعني زي البحر بس أكبر من البحر. إذن أين توجد المضيئات الحيوية؟ توجد في أعماق المحيطات، وطبعا أمثلة عليها في أعماق المحيطات اللي هي في أنواع أسماك معينة وفي قناديل البحر. وفي من المضيئات الحيوية كمان جزء بيعيش على اليابسة. انظر يا صغيري إلى هذه الصورة. هذه مضيئات حيوية، هنا تعيش في المحيط وهنا تعيش في اليابسة، انظر إليها جيدا. طبعا يا صغاري في قديم الزمان، يعني في الوقت الماضي، كان الناس قديما يصطادون المضيئات ويحتفظون فيها لإضاءة ظلمة الليل. إذن كان الناس قديما يصطادون المضيئات ويحتفظون فيها لإضاءة ظلمة الليل. فسبحان الله القادر، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إذن الناس في قديم الزمان يا ثاني كانوا يصطادون هذه المضيئات ويحتفظون فيها لإضاءة ظلمة الليل، فسبحان الله القادر على كل شيء. انظر إلى هذه المضيئات الحيوية. لننتقل إلى الكتاب صفحة 36. طبعا لنكرر ما أخذناه في هذا الدرس، الأجسام الشفافة والأجسام المعتمة. ذكرنا أن الأجسام الشفافة هي الأجسام التي ينفذ الضوء من خلالها، أما الأجسام المعتمة لا ينفذ الضوء من خلالها. وأمثلة على الأجسام الشفافة الزجاج والماء، أما أمثلة على الأجسام المعتمة الحديد والخشب. لدينا سؤال هنا، أتحقق؟ أذكر أشياء من حولي معتمة لا ينفذ الضوء من خلالها. سوف أنظر أنا إلى الغرفة التي أجلس بها. لدي في غرفتي الحائط، هو جسم معتم لا ينفذ الضوء من خلاله، وأيضا الخزانة، الخزائن الخشبية أيضا يا صغاري لا ينفذ الضوء من خلالها. فكر ماذا يوجد في الغرفة التي تجلس بها واكتبه على الكتاب. صفحة 36. لننتقل إلى صفحة 37.
لدينا نشاط هنا أتعرف أنواع الأجسام وفقا لمرور الضوء من خلالها. لدينا مواد وأدوات نحتاجها: لوح زجاجي، لوح خشبي، ورق تغليف بلاستيكي، وكتابي أو كتاب العلوم، قطعة من رقائق الألمنيوم اللي هو القصدير يا ثاني، ومصباح يدوي. هل ينفذ الضوء من خلال اللوح الزجاجي؟ أضيء المصباح اليدوي وأوجهه إلى الحائط، ثم أضع لوح الزجاج أمام المصباح. ألاحظ طبعا وصول الضوء إلى الحائط. طبعا السؤال لدينا هنا: أصنف المواد تبعا لمرور الضوء من خلالها. اللوح الزجاجي يا ثاني زجاج، إذن ينفذ الضوء من خلاله. إذن اللوح الزجاجي يا ثاني ينفذ منه الضوء. اللوح الخشبي لا ينفذ منه الضوء. ورق تغليف بلاستيكي اللي هو النايلون يا ثاني ينفذ منه الضوء. كتابي هو طبعا جسم معتم لا ينفذ منه الضوء. قطعة من رقائق الألمنيوم القصدير لا ينفذ منها الضوء. أدون ذلك في كتابي وجرب هذه التجربة يا ثاني. صفحة 37. لننتقل إلى صفحة 38، حل الأسئلة. مراجعة الدرس. الفكرة الرئيسة: أعدد مصادر الضوء من حولي. مصادر الضوء يا ثاني ذكرنا أنها مصادر طبيعية مثل الشمس والنجوم، ومصادر صناعية مثل المصباح. 2. المفاهيم والمصطلحات. أصل بخط بين الكلمة، بين المفردة والصورة التي تدل عليها. لدينا صورة مصباح وهو مصدر ضوء، لدينا صورة نظارة وهو جسم شفاف، ولدينا قطعة من الخشب وهو جسم معتم. لننتقل إلى سؤال رقم 3. السبب والنتيجة: لماذا يعد الزجاج مناسبا لصنع النوافذ؟ لأن الزجاج جسم شفاف، طبعا جسم شفاف، ونستطيع أو تستطيع الشمس الدخول إلى المنزل. السؤال الرابع: الماء شفاف لا لون له، فهل يبقى الماء شفافا إذا تجمد؟ أصمم تجربة للإجابة عن السؤال. طبعا الماء لونه شفاف لا لون له، يعني ما له لون يا ثاني. هل السؤال بيحكي هل يبقى شفاف إذا تجمد؟ طبعا ما بيبقى شفاف، لأنه إذا سلطنا ضوء على قطعة من الثلج لا نستطيع أن نرى الضوء من الجهة المقابلة. إذن لا، الإجابة لا. سؤال رقم 5: هل تولد مصادر الضوء حرارة أيضا؟ نعم، الشمس والشمعة. الشمس يا ثاني هو مصدر من مصادر الضوء، وتعطينا دفء في فصل الشتاء، وتعطينا أيضا حرارة في فصل الصيف، والشمعة أيضا تعطينا ضوء وتعطينا دفء. انتهت حصتنا لهذا اليوم يا صغاري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. دمتم في حفظ الرحمن. إلى اللقاء يا ثاني.